تقدم لكم برعاية سيما موتورز. هلا بضيوفنا كرام قصتي بنهار شوفوها كبار وصغار وششتنا قوة الدار صح فطوركم مازل في اللون وكل عام وانتم بخير مشاهدينا الكرام. كما شفنا في الحلقة السابقة اللي كانت فيها أبرز لحظات النرفزة والبكاء، بدون ما ننساو الأهم والأهم واللي هي غير ضيوفنا على حبهم على الوطن. هذه المرة مشاهدينا الكرام جبنا لكم حلقة مميزة واللي فيها لحظات طريفة عشناها مع ضيوفنا داخل الاستوديو، حابين تكتشفوا مع ضيوفنا. لكن قبل ما نقول لكم الاكتشاف حبيت نقول لكم مشاهدينا الكرام أنه اللحظات الطريفة صنعت الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي. يلا نشوفوا مع بعض. قيل أن صوتها يشبه صوت نانسي عجرم أو لا 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 حبس عجرم لا أنا نتشبه لهذيك أنا ما عندي علاقة حتى مع هذا. وشنو هذا أنت وش راك تقرا أخويا راك نورمال نانسي عجرم وش جابها لي أنايا عجرم كاع ما تحطها ليش أنايا أنا هذو كاع زيد. قيل أن صوتها يشبه صوت نانسي عجرم عفوا نانسي عجرم جودر حتى الاسم ما كتبتوش مليح ولا واش جود يا ربي انت وقيل عندك كوروندير في راسك ومازال ما لقيتوش لا لا عندك كوروندير لازم تحوس عليه تصيبه باش تسوديه. حبيت نسقسيك اختي هاد الشابه دليله شكون واش تغني تغني معايا الفنانه بوظريفه نعميه تغني شابه دليله هذه الشيطانه تغني مريولي تغني كنتي تسمعي لها وحدك اختي شري سيدي تاعها وسمعي وحدك شيطانه مازال والله العظيم غير فريمون جيب لها الشيطانه انا قولي له نجيبها انا حنا نروحو نخليو الشيطان الشيطانه نعم. يغنوا ان شاء الله ما تعرفينيش عارفي غير الشيطانه هذيك وبركات ان شاء الله تبراي عطيتني انفلوب انا ليا لحق وين بعث لي وين بعث لي وين ميني با نورمال ها شو بيسوى تدرام؟ وشنو ما فهمتك؟ نجيبوا لي زميلي الدرام؟ راك تشوف يا اخو والله ما ديت يا اخويا قسما عظما اقسم بالله العلي العظيم عطيت لك انا ما ديتش قسمتهم معاها معايا اسمع خويا العزيز عندكم مهبول وما فقتولوش لازم تدوه لا وين تقسموا جبتهم لي؟ عطيتهم لها البارح الله لا تربحك يا المهبول ولا انا اللي ديتهم خويا نقول لك واحد الحاجه واقي انت راك مريض واقي خويا صح حبيت تحكي الجزائر الجزائر ايوا لا 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 جاتني فرصه انا ما نعجبش الجزائر ترشحي في الرئاسيات لو كانت تسمح لك الفرصه وين ترشح على الرئاسيات لا نعرف يا خويا كنحرش عليا ما نعرف ولا توني با نورمال تراك نورمال الله ينورك توني نورمال تايا والله العظيم كي كانت كي كنا في الفوتبول تاع مش كاين مش كاين زلزلة اسمع مش كاين زلزلة او نخرجوا خرجوا نحطوه اوه حفظ ربي يا اوف حفظ ربي يا رب يا يعقوب يا جماعه يا جماعه ويا ويلي الزلزلة الهربة تسلك يا وهيبة بديك تحضر حفلة جورج وسوف معاك أكيد معنا شكرا ما نجيش معاك هاي فوهد معاك ما نجيش معاك فيروز فلا انسي انا عم تخلعني بدبي ما رحتش لدبي وما رحتش الكويت وقت طايح لي ما قلقش لينا وش بيك خويا
غير الخير نديك لدبي والله ما تكسر راسك. نعم والله غير نديك ما تكسرش راسك ونديك من الى 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 صح اختينا من القله برك الا نديتك لدبي لازم تنفق راسك. باش نعرض واحد نقول له راك فاشل في حياتك يعني هذا كلام قيل يعني شكون قالوا؟ قالوا بعض الجرائد الدوليه وقال الجرائد شكون هم؟ كما مثلا جريده الابار المختصه في فريق جريده الابار واش نوع هذه الجريده؟ عبالك عبالك تقول له واحد فاشل في حياتك واش معناتها؟ انا ما طحتش من الشجره. واحد فاشل في حياته كي تقول واحد فاشل في حياته ما يكون فاشل ما تقلوش كيما هذه. انا مرحي انا مانيش جاي الله دارنا وش معناتها هذه؟ انا مرحي انا مرحي في الدنيا. انا الدنيا هذه مجربها مرحي ما تعرفهاش انت باسكو ما عادش بزاف تزاير. كيفاش تقول لي وين تسكن؟ كبرت في البيان. اسمح لي خويا كبرت في البيان مخصوص بزاف. واش اللي مخصوص؟ تعرفش انت الانسان باش تسال. جريدة الآبار عملت تصويت دار وي. تصويت في الانترنت على أحسن مغني في الأغنية الصيفية تحصلت على المركز السابع. علاش هذا الفشل؟ نيميرو أ ديدين نيميرو دو فوزي لا كلاس فوزي الحامي شاب فارس وبعدين شاب عاطف وبعدين باش نحكم وبعدين راك خلاص. دونك انا نقول لهم هادو لا جوناس هادو الله يزيدهم ان شاء الله وان شاء الله من الله يكمل لهم ان شاء الله في المشوار. رغم انهم غير كما بداوا ولكن في غيابي فاتوك اكثر تغني غيابي تغني يعني مانيش كنضرب في الجديد وفاتوني نطيحوا في الدياجه اللي تهضرنا كل فوا. نو كيما تعني ميرو او نيميرو دو نيميرو ما يقول بصح انت شكون الاخر دو ريغا التلفزيون فتحوا كتير كل كيما ساكن شفت ليش هذه حصه ما تقولهاش حصه لي خلاص رضوان انت تكرهني ولا لا؟ تحبني ولا ما تحبنيش؟ لا نحبك ما نكرهك انا عادي ثم يعني. ما تحبني ما تكرهني انا ما نعرفكش انا جيت من دبي جيت نقدم في حصه قالوا لي خلاص اخويا كنت خدمت مع مناجر هيفا وهبي مناجر اليسا مناجر ربي يسهل عليهم هذوك نقول للناس هذوك غني الغناء تاع الناس ماشي تاع عمرو صرا كون تبال تاع كلاس تاع راجل بلا كلاس تاجي بصرك مالا نعاودو خلاص يا صاحبي نورمالمون انت كون خرجت بروكيور خرجت جوج خرجت دكتوراه في الاعلام في الاعلام في الاعلام اعلام اعلام واتصال على متصل على موبيليست اه يا محمود وقيل حكمك خلاص انا بعد رمضان انا جاي لدبي باش نتورني فيلم نفيلمي تما كليب راح اوقف لك الامور ما توقف ليش اكيد انا راي عند معالي تما راح اوقف لك الامور عم الشاجي هكذا ودي ما تقدرش تحبسهم كاع يهضروا معك دولار كيما تبغي يا راجل راك شحال عندك مستوى دراسي يا واه مستوى الدراسي تاعي ما دخلت في اللوحه باز عطوني في اللوحه ما قريتش ايه في اللوحه قريت القران بعد وزعطوني ما رحت الاولى لا الثانيه لا الثالثه انا فاشل مع الانسان هذا راه يحبس لي راسي انا فاشل. ضيفنا اليوم ربما الفاشل لا ليس فاشلا وانما معروف بالاغنيه الصيفيه ما كينغ الاغنيه الصيفيه معروف لدى العائلات معروف شفت زي ما تعرف معروف لدى العائلات ولا ما هضرتش من الاول انت هو كما يقولوا كينغ الاغنيه الصيفيه ولا ما خدتهاش في البيت كيما عرفت خلي لي سمعت حتى تطلع الكتيبه باش زعما هضرت مالغري تو قلبك بيض يا خلاص ربي يهديك الله يهديك يا محمود محمود راح يرجع هو جاب لي ربي راح يطول عليك انا رايحه ورايحه محمود هو معك محمود محمود يا محمود ارواح عيب تخلي الناس يستناوك المفروض انت اللي تستقبلني شغل مليح يبقى اوه حلو جاسبير مثلا الشبح شبح محمود راح نتخايلوا محمود وندير الانترفيو تقدر وين راك قاعد نديروا الانترفيو محمود 1m80 نو با تري غران 1m78 هكذاك لي شفو شاتان قيو 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 استنى شويه بون الى بي بتاتر ان شوميز اي ان بانتالون قيو 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 وجا محمود وبدا فيلم اشباح للاستوديو محمود لا ستار نو
عالسلامة سافا هاك مليح حتى مي سي با لا ميم شوز سي با كاع كيفاش كنت نتخايلك نتوما عرضتوني نضيفة عندكم ولا جينا نضربو انا محمود حبيتك من اول ما شدك حبيتيه هي سعدك يا محمود هاكا والله العظيم انت اللي راك حاوس انت تحبي الناس كامل من اول نظرة لا لا حبيتيني كيما جوزيف عطية ولا لا لا دوك زيدي خرج لناكش الجن طفوا الضو ولا صح مسكونه طفي الضو حرقوا لهم لي كاميرا كاع هاي خليني نروح الله العظيم الجن راهو سمعك يا ريم وراهو خارج اصبري صبري برك زهيدة تفضو يا غير لي سيت انترنت اللي رحت لهم قاع وشنو هما؟ ما انا جا اصلا الانترنت يستعملوه في الدار انا المراه وبنتي يستعملوه انا ما نستعملوش ندخل الانترنت ندخل نكتب اسمي ونشوف لي باج تاعي هذا ما نعرفش ندخل الانترنت نكذبوا ولا عملاش داخل علي غير فاشل ما فاشل ابار تاع الانترنت كان انا وحدو في روحو خويا وكان واسمو ارواح ما تقلقش ارواح علمني ندير الانترنت انا قال ارواح ما تقدرش واش بيك تزبط في وجهك سعدة يا حبيبنا اخي لما ترفعوا ضيوفكم مستواهم ترفعوا ارفع روحك انت يا عندي الورفه شما اغلبيه الفنانينكم ولاعبينكم رياضيين اغلبيتهم يجوا مطر مطر اللي تعرفون مطر اكيد مطر اكيد مطر اكيد يا دي مطر قاطر هادو ما قال ما كان والو فيف ماجر وباللومي المطر انا قريت عليه بلي تصب الشتاء هذاك مطر على بالك بلي راك في الخدمه ما نجم ندير لك والو باسكو كيفاش تقولها حبيبي هذا ما يعرفوش كيفاش تقولها ترافاي كيفاش يقولوا لها تعدي على الاخر ترافاي ترافاي روح بعيد ربي يروح بعيد ما كداك ندير له ولا ما بالكش نخرجوا من بعد ياك يعني. بنديك تاكل الله كريم تضرب بيتزا قطعت لي شهاده مش كبير جامي نقطع خبزه تاع بنادم قايت له قطع لك النفس انا يوم بعد فهمت قطع سالتها فيك مشاهدينا الكرام مهبول هذا على بالك والله غير مهبول والله غير مريض مشاهدينا الكرام ضف لي ما انت فاشل عيطوا على بالك بلي نربحوا نورمال اقسم بالله اكزاجيري بزاف لا لا انا نوصلوا خلوه هنا ندير لا لا انا هو انا نخدم شوفير في شركه الرياضه نخدم شوفير تبجي جيت عشاء مرحبا بك احنا نكرموا الضيف شكون على بالك الله يسلمك معروضك تعرف وين اللي جاي سكوار قرنطيطة دو ميلو طبع اللي ترى ما تولي هاك ما تاكلش حتى غير غدوة قرنطيطة كليتها ولا جامي قرنطيطة 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 من المجموعة 22 شهداء 22 اللي فجروا الثورة اعطيني 5 شهداء منهم وراح نساعدك انا في الاول اذا كان امثل علمني في الاول شهيد خمسة جويلية معروف شهيد خمسة جويلية ما كاش منها شوف شهيد خمسة جويلية وشهيد أول نوفمبر هذوما شهداء تاع الغناء وكاين شهداء تخدم بالعملية تاع شهيد خمسة جويلية دابا نصوتي معاك بوتيزو نورمال أنت أبوك بلي أنت شهيد خمسة جويلية تقيم بالعملية ولا شوف يا عمرك من المدينة أنا في الكابون دور أنا نهبطو شريكي نروحو قولوا النهاية هذه النهاية راح تكمل بالكتبيات خليه هذا بالو فاشلين حنايا بالفعل جيب خيطه من راس على اي بلاد كاع هذيك الحطه فيها ودوك الزين اللي فيها ودوك المضيافه الكريمه الله يرحمها من راس اه جبتيها في تمراس جبت ولتي تنهينا في تمراس لا خليت زير العاصمه نروح تمراس علاش هذوك تهضري على تمراس لا ما فهمتنيش هذه ما تعرفهاش باقي فيها شي زيد كل ساعه ولا غير ساعه ما قالكش مضرب الطاوه انت في دبي اخي يعرفوا الطاوه كي بعثت هنا لبوسطن تكمل الدراسه تاعها العليا
واش غايت هذا؟ حيت انت تروح لدبي سينو ما تغسل صبع المواعن ولا شي تقراو. بالك ما تدخلش ما عنديش طالع. خويا انا اللي عندي الموساط في الدار بالك تغلط. شو يا اختي ماينا بابا بابا هذا لازم واحد واد وشايح. زايدة تقدري تحطيه. لا غير لازم يدير الواد وشايح يا وشيح ولا القرنجة. اسمع زايدة راه راح الحال والله العظيم. فهمتوا عليا؟ زايدة تقدري تروحي تهبطي أو تركب زايدة. بسم الله بسم الله. أو تركب جيبي له شوية بسمو جيبي المفتاح. جيبي المفتاح تاع الباب تاع النهار برا كاع الفرطاي. والله غير لا بريمير فوا نشوفك يا أخو. لا لا عندك وجهك تاع دوما تاع دبي تاع القطاريين. تبدل وجهك شويه راك وليت شغل خمري كيما هما ولا الكليمه اللي رداتك هكذا كيما عندكش الوقت باش ما كيما عندكش الوقت بدا جايبني لهنا باش بيدير هالدابيه ولا ما فهمتش ما نديرش هالدابيه إيه نورمال يا اخو راك ضيفنا ولازمك تكون جارئ معنا هذا انا جارئ ماني جارح حنان انت راك جارح انا جارئ انا جايح انا راك جارح جارح راك تجرح مانيش نجرح انا اللي جارئ تبشبغ في دبي شتي وجهك ولا مسكين نشف وجهه في دبي وما خلى بالكم بالقدرات نتاعي واش القدرات ما عندك حتى قدره قدره ما عندكش تاع الضغط بها الشربه تقول قدرات خلي له بامينك خلي له مسكين خليه يخدم يا روح انت حبيتي حاجه ولا كدي في الباركينغ ديكور شباب معاك يا الخضراء خويا خضر الله الله يبارك كي تشوفوا من بعد تشوفوا كيفاش يولي موف لا لا اه تولي حكايه من الله في نورمال انا قال انا بالي مور الانترنت يجي الانترنت مور الانترنت بعدك مور لا ميزاجور تجي واش تجي بيان بيان وقتاش نشوفوك تمثل؟ كان عندي فيلم تاع تيتانيك حبسته دو حبسته والله كان عندي فيلم تاع تيتانيك كان عندي رباطو فاني كيطاني حبسنا على جالكم حبسنا انا ان شاء الله تفطن يعني ومعك توفيق ماشي مش درومي وجورج واشوف معك شاب توفيق انت تشوف روحك باللي محلي او خير باش ما يحاوزوكش انا درت فيك خير اللي تكلمه تعرف خوك باللي ما جارع انا جارع راك مسهل على ربي ان شاء الله قلت روح ديالك لدبي نروح لدبي راه مليح طلع النيفو مليح وروح هضر مع شاب توفيق نروح لفرنسا نغني في الحوانت تراه وين القهاوي جامي غنيت انا في الحوانت دي اورو شاب توفيق ويجري ويدور على بالو الناس تجي تصور معاه معليش هاي نكمل اي مي ما قراجيش شي انت فشلك هذا ما خلاكش انك تروح للجزائر معليش يا خويا قلت لك خلاص ما نروحش انا يا خلاص انا بابل هذا حنبيع الكاطو تحب تجي لك شي مصمصا شي غير شي حاجه غير نتوما يا خويا تاك بها لا لا انا صغير فلاطاي 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 كبير فلاطاي اه وفي العمر في العمر جو بونس عاصم نادر بقى على خير حيدير بقى على خير عاصم نادر بقى على خير ريح يا اخي دير بقى على خير نعاونك دير بقى على خير وانا نعاونك نغني معاك هاي راه ندير لك قسطو كنت في دبي وما نكذبش عليك عندنا كنت في دبي تضحك عليا انا لا كيفاش تكونت في دبي انت راك تسجل تقول لي ليش هكذا اصبر ما سير علاش ما تصومش رمضان يا سلام لطيف الله اكبر قالوا تصلي تراويح وما تصومش رمضان هاو نقول لك حاجه خذ رايي شد هاد ليميسيون تاعي حق ربي العزيز شدها نتايا tu es fait pour cette émission انت مشهور وراح تزيد شهره ربما راني نشوف في نفسي انني مشهور عليك لانني انا الحمد لله يعني انا نشوف ربي هنيك ربي يزيدك يزيدك شهر على شهر حتى الضحكه هذه نشوف فيها ضحكه التماسيح ربما سيده بالعرس لا انا كنضحك بحك من الاعماق من الاعماق شوفي في روحك شابه انت لا انا خلاص جوش خلاص طب جنانك زعما طب جناني لكن راني في الطريق في طريق اني طيب جناني نجيب محمد عبدو صديقي المقرب يا خويا انا ومن بعد جيبي ماك تشطح الخليجي ماك لازم تهز المحزم خويا لازم تجيب لها الازهر الجلالي وتجيب لها البنادم باش تهز المحزم واش محمد عبدو راح تشطح الخليجي ماك اسمح لي ابيك تو مي ريسبي اما ما تشطحش في العرس اما تشطح محمد عبدو الخليجي خلاص نعطيها شنو البرودكتريس هذه وي هذه هي ما قلت لنا لا مس الخير لا والو لا علاش حاطط دوكا كي ما تكملش كمل يلا كمل كمل يلا وراسك كمل شحال عطاتك شحال 50 مليون مين جاي يساعدك وراهم 50 مليون سقسي بالله لا راي في تونس نورمال باش تضل 40 سنه والله روح لدار العشيه نعطيهم لك قسما بالله جيب تشوف صك
شويه وعندي في الموت عطيها 20 مليون يوم لا على وجهها اعطيني تشوف صافي. لا سي سي بون ميرسي قسما بالله خلاص ورزق على الله لو ديريكتور جيب 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 جي اعطيني ساكن والله دوك نعطيك الدرهم واش نروح لها الشنزي من 25 مليون هاك عم والله كاين 25 مليون اديهم ادو عربون تاع عرس ماشي عربون تاع عرس اديهم ولا عشا روح للدار تجيب لك زايده نزيد لك 25 مليون ورميهم لها وزيد لها ثاني تخليك على وجهها الله يبيز ب 20 مليون يا وقيله شحال تاع عرس شحال تاع عرس هذيك بيوس فراح تعرفي مجموعه 22؟ مجموعه 22 تاع الشهداء تاعنا اللي فجرت الثوره اللي فجرت الثوره بون نعطيك نعطيك انا واحد فيهم وبعد كملي الشهيد 5 جويليه وي 5 جويليه الشهيد 5 جويليه 5 جويليه الشهيد 5 جويليه وي 5 جويليه يظهر لي هنايا وبيان جاي هنايا تتفور لي دمي الحمد لله لا ما نرفضش نتعامل مع الاعلام نرفض نتعامل مع انسان اللي ما عنده حتى علاقه بالاعلام يا اخي ما شاء الله عليك ستيكي زيكي بالبريكي شعل بريكي شعل تيجي بالبريكي شعل ضربة هربة غربة حرقة درقة مشنا منها قول لك شما درنا في هاد البلاد كشما درنا ألجيريا سم الدم خو مش هعافية رجعوك شما عطافية بالسيستم تاع لا مافيا هاك ما زيش تعود ما شاء الله يا أخويا أمود هيب هوب زيش تعود لا يا اخويا حنا هيفا دي عندنا الالاف منهم في اللي كباري تاع الجزائر دوك ما ماشهم حاجه كي نجي نصورك معاه ما عنديش اشكال الرعاع عاد يخدموا في النهار سبحان الله الذي لا اله الا هو وعادوا يعرضوا الرعاع يقولوا بلي كي تطلبي مبالغ ماليه كبيره باش تحضري معاهم جامي شكون اللي قالها هذه قريتها في صحيفة الأبار واش الصحيفة هذه شكون؟ الأبار أنا عمري ما سمعت هذه الصحيفة هذه الأبار هذه مين خرج؟ عندها راهي في عددها 2200 لا أنا عارفهاش الصحيفة عمري ما شفتها كاع وما شفتهاش كاع هذه الأبار هي جريدة ثقافية تحكي على البترول البترول واش جاب البترول الفن؟ هما مديرينها هكذا الفن والبترول صديق الفن يمشي مع البترول هذه كاع ما قلتها وما ما نطلب سي با فري كنت مع جريده الابار هذه علاش تحب تكتب عليها الابار هذه ابار هذه ما نعرفهاش هذه خرجتها نتايا هذه مين كاينه هذه الابار هذه تاع جريده ثقافيه تحكي على البترول والبترول واش انا نخدم في البترول خويا تشوفني في البترول انا تشوفني نخدم في البترول مشاهدينا كانت هذه لحظات طريفة عشناها مع ضيوفنا داخل الاستوديو بدون ما ننسوا اللحظات الأبرز اللي كانت فلان خمس مع فلان فلانة معروضة عند فلانة بدون ما ننساو فلان اللي دار فيديو كليب مع فلان وأنا نقول لكم خمست معهم قاع هنا كانوا عندي دي بروبوزيسيون مع طلات ماشي عربية كانوا عندي اقتراحات لأفلام أوروبية وبعدين أنا حفظت نحبوا فرنسا وإيطاليا كانوا عندي دو بروبوزيسيون باش نخدم أن فيلم على ليزيتاليا وأن فيلم افيك دي فرونسي جي روفيزي قلت لهم نو فيلم وثائقي ولا ماشي فيلم وثائقي فهمتني مالعين غنيت مع فنان معروف في العالم كامل غنى مع شاكيرا غنى مع جينيفر لوبيز هو بيت بي انا درت معاه عملت معاه ديو وكنا راح نديروا فيلم تاع الكليب تاعو راح نديروا انا وياه في ميامي سوبرانوس في كاتر دلاريم كوني سوبرانو نو انت اي عفسه درتها ما يديرش لابورت كي مع كون ما شافش اسمي ثقيل ما يجيش سوبرانو علاش كتبت علاش كتبت بيت بول علاش ما سقساش عليا شكون انايا ما يديرش معايا بيت بول شخصيا يجي لعند خلاص شخصيا دقيقه سامحني وعند قريبا يا حال ميامي عند مادونا عرفتي مادونا هي بلاد الشمس سمعت في بلاد الشمس وين تكون مادونا اسبانيا رايحه هاي مالا هاي مادونا عرضتني عرضتني مادونا فوالا لا عايشة معرفة شبهلك مادونا مادونا تشبهلك حلوة شابة مادونا تشبهلك خبوس عليها وانتي تشبهلها بنت كي حابة تدخل لاتيلي كي حابة ندخلها من غدوة حنونة ايه دارت كاستينغ فوالا كاستينغ لا دارت كاستينغ اقول لك حاجة ما تخليليش كذا خاطش كان عينها في التلفزيون باباها بالتليفون يدخلها يما بالتليفون دخلها ما انت ديري المعرفة قلت لك باللي دير المعرفة هذه قلت لك باللي دير المعرفة هذه خليتها كاع بالمعرفة حابة تجيب المستهلك حابة تجيبهم كاع قلت لك وتشي جيب وكلمتي جيب انا يا كي نجيب بنتي تديها لكم كامل تديها لكم كامل كما راكم تديها لكم كامل زهيده انا مايكل جاكسون خمست معاه زهيده الله يرحمه خاطر مات دوك ما يقدرش يقول لك سي با فري سكون مات
هاو تحت القبر وشكون عينه كيموت الواحد يقول لك تصورت مع فلان مع فلان خاطر ما يقدرش ينطق ينطق يقول لك لا لا ما كاش منها انا تعبت بيا انا هذا 6 سنين في دبي مع لي شونتور الكبار خويا خويا انت درت مع لي شونتور الكبار انا مايكل جاكسون خمست معاه هكذا ايه خمست معاه كرامي هو 2004 مع مامي بان عليك ما تبتش عليا لا روح دخل في الانترنت وتهضر معايا هكذا انا لي فليغون بروتيكتور انا ستيفي وادر حضرت مع مامي فهمت كيف في لوس انجلوس باش انت تجي تقول لي انتيا هضرت مع مايك انت ما تعرفنيش شكون انا هكذا كون روح عاود دير عليا انت دير عليا تحريات صح ما جبتيش عليا ما كاين بوست ما كان عليا والو كما تابعتم مشاهدينا اكتشفنا الوجه الاخر لضيوفنا اللي جاوبوا مع المقالب بكل عفويه ومع المقالب اللي نصبناها لهم ولكن قبل ما خليكم نضرب لكم موعد في الحصه القادمه اللي راح تخصص الكواليس تصوير برنامج رانا حكمناك وكذلك راح تتخصص ايضا التصوير الضيوف ولكن ما على بالهمش اما انا نكمل سهره ونخليكم على خير مشاهدينا كما تبعتوا معنا كانت هذه ابرز لقطات النرفزه والقلق اللي تمتع بها انا ماشي السلام عليكم موعدنا مع بعض كما تابعتوا معنا مشاهدينا الكرام وشاهدنا ايضا تصريحات اللي كانت صنعت الحدث فلان خصمك فلان خصمك رانا حكمناك قدم لكم برعايه سيما موتورز